أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان
Sadakallah.